بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الدروس بتاعتنا في الكوماند لاين. الدرس اللي فات كنت عملت الفولدر اللي اسمه تيستنج، هدخل فيه اهوت. داخل التيستنج عندي فولدر اسمه جيت، وفايل اسمه ديكشنري، وفايل اسمه تكست. طيب نفتح مع بعض الجيت باش هير. اول كوماند عندي النهارده هاخده اللي هو فايند. فايند من اسمها ان انا بسيرش على حاجه داخل الفولدر بتاعي. لو انا عندي الفولدر بتاعي فيه فايلز كتير جدا، فانا عايز اسيرش على حاجه دايركتلي جوه الفولدر، يعني مش محطوطه في سب فولدر او حاجه في نفس الفولدر. فانا هعمل فايند واسم الحاجه اللي انا بسيرش عليها. احنا قلنا عندنا ايه؟ مثلا عندنا تكست اهو، تكست انتر، خلاص هي موجوده. لو مش موجوده، لو عملت فايند مثلا لحاجه مش موجوده، مثلا دوك، انا ما عنديش حاجه اسمها دوك مثلا، اعمل انتر هيقول لي نو سوتش فايل، ده دايركتلي على طول. طيب انا لو عملت فايند وبعد كده نيم وفتحت قوسين كده وبدات اكتب على اسم حاجه، يعني مثلا جوه الجيت ده في حاجة؟ لا مفيش. طيب تعال نعمله كده اهو على طول كده، اعمل نيو تكست دوكمنت واسميه مثلا اي حاجة، هسميه كومنت اهو. تمام كده، هنرجع تاني. انا هنا هبتدي اسيرش من غير النيم كده، وعمل كوماند دوت تكست، هعمل انتر هيقولي نو ساتش فايل اور دايركتلي، مع اني جوه هنا جوه داخل الجيت ده في فايل اسمه كوماند. طيب هو ليه ما قدرش يسيرش عليه؟ لو انا عايز بقى سيرش على حاجة داخل السب فولدرز، يعني كل الفولدرات اللي جوه الفولدر الاساسي بتاعي، فبعمل ايه؟ بعمل فايند وبعمل ايه داش نيم، وببتدي اكتب الحاجه اسم الحاجه داخل قوسين كده، كوماند دوت تكست اهوت، واعمل انتر. جاب لي مكانه بالظبط ان هو داخل الفولدر اللي اسمه بيت. تمام، يبقى انا لو عايز اسيرش بقى في مجموعة من الفولدرات، يعني انا عندي الفولدر بتاعي ده في فولدرات كتير جدا، وجوه الفولدرات دي انا عايز اسيرش على حاجة معينة، عايز اسيرش على فايل باسم معين، فبعمل ايه؟ فايند وبعد كده داش نيم وبكتب اسم الفايل او الفولدر اللي انا بسيرش عليه، واضغط انتر، وفي ثواني زي ما احنا شايفين بيجيب لي الحاجة، غير اللي هو السيرش يعني هنا انا ممكن اعمل اسيرش هنا عن طريق الويندوز بتاعي، لا هنا عن طريق الكوماند لاين بطريقه سريعه جدا عن طريق الفايند وبعد كده الداش نيم. طيب ده لو بسيرش على حاجه اسم فايل او فولدر معين. طب انا لو بسيرش على كلمه معينه داخل فايل اعمل ايه؟ في طريقه سهله جدا اسمها جريب، او كوماند اسمه جريب. جريب بيسيرش لي، بيعمل لي سيرش على كلمه معينه. طيب قبل ما اعمل جريب، انا لو عملت كات وفتحت الدكشنري بتاعي اللي انا كنت حاطه ده وجيت اعمل انتر، هلاقي ان انا عندي فول فايل في دكشنري، او فتح لي كله كتير جدا. لو جيت هنا متسكرول كده هلاقي ده فتح لي الفايل كله كتير جدا، ديكشنري كامل. طيب تعالى نعمله اللي كده، كنا خدنا امر اسمه لس، هفتح بيه الديكشنري، هيبتدي يفتح لي ايه؟ زي ما قلنا ايه اهو، ببتدي يفتح لي، باخد سطر سطر كده بمشي فيه. تمام، هعمل كيو واطلع. ده الديكشنري بتاعي. طب الديكشنري بتاعي ده عايز اسيرش على كلمة معينة، سيرش على كلمة جيت مثلا، فبعمل جريب واكتب الكلمة اللي انا عايز اسيرش عليها جيت. تمام،
ممكن اكتبها كده، ممكن اكتبها ما بين قوسين مفيش مشكله. وبعد كده اسم الفايل اللي انا عايز اسيرش جواه اللي هو اسمه ديكشنري، اعمل انتر. جاب لي كل الكلمات اللي فيها جيت 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 جيت, جيت, جيت. كل الكلمات دي فيها جيت جزء من الكلمه. انا عايز اسيرش جريب على كل الكلمات اللي فيها تست داخل الديكشنري، تمام؟ جاب لي كل الكلمات اللي فيها تست داخل الديكشنري وهكذا، تمام كده. يبقى الكوماند اللي اسمه جريب بيعمل ايه؟ بيسيرش داخل فايل معين. الكوماند اللي بعد كده عندي اللي هو سورت. طيب قبل ما ابتدي سورت، بس انا هعمل فتش وهعمل فايل جديد هسميه test.txt، تمام؟ وهبتدي افتح test.txt وهبتدي اكتب فيه شويه اسماء. اكتب فيه مثلا ياسر محمد عبد الله، اي اسماء بقى، محسن زياد كمال. خلاص هعمل سيف والغي. انا كاتب الاسماء دلوقتي ايه بطريقه يعني مش مترتبه. يعني انا لو عملت كات اهوت وتست، تمام، هو فاضي. وانا كنت مسميه ايه؟ ده في ملفين تست، اسف. انا في هنا تو فايلز عشان كان عندي تست وانا عملت تست، او انا فتحت ايه، انا فتحت التكست، اسف، انا فتحت التكست. انا هعمل كات واعمل تكست مش تست، تمام. كاتب فيه جواه ايه؟ ياسر محمد، مش مترتبين. انا في امر عندي اسمه سورت، واكتب الفايل بتاعي اللي هو التكست اسم الفايل بتاعي واعمل انتر، هيبدأ يعمل لي ايه؟ هيطبع لي كل اللي جواه بترتيب ابجدي اهو، A وبعد كده K وبعد كده M وبعد كده M وبعد كده Y وبعد كده Z. طبع لي كل اللي داخل الفايل بتاعي بطريقة مرتبة، تمام كده. يبقى ده كوماند مهم جدا، ان انا لو عايز عندي فايل في اسماء او في اي حاجة، فانا بعمل سورت فبيبتدي يطبع لي اللي جوه الفايل بتاعي ده بطريقة مرتبة. الكوماند بعد كده، انا النهارده يعني درس في كوماندز كتيره، فالكوماند اللي بعد كده اللي هو ال WC، كوماند مضحك شويه. ال WC اللي هي الورد كاونت، تمام. بيعمل ايه ال WC ده؟ تعالوا نكتب اسم الفايل بعديه ونشوف ايه اللي هيجي. جاب لي 6 6 42 واسم الفايل. طب ايه 6 6 42؟ 6 اللي هو انا عندي 6 سطور. الاول ده اللي هو عدد السطور، انا عندي 6 سطور. 6 التانية دي لعدد الكلمات، يعني الفايل بتاعي فيه عدد الكلمات. 42 اللي عدد الكاركترز بتاعتي او عدد الحروف بتاعتي، تمام. تعالوا نفتح كده تاني، نعمل نانو تكست. انا فتحت الفايل بتاعي تاني. تعالوا نكتب هنا جنب مثلا ياسر، هكتب كلمة تاني هسمي ياسر احمد مثلا، وهعمل سيف وضع. وبعد كده هعمل WC اللي اتغير عندي عدد الكلمات اللي اتغيرت. السطور ما زالت 6 سطور، انا ما غيرتش، ما زودتش سطر، هما 6 سطور. الكلمات هي اللي زادت، بدل ما كانوا 6 كلمات لا انا زودت كلمه فاصبحوا 7 كلمات. الحروف زادت برضه،
بقت 48، يبقى ال WC او ال word count بتجيب لي عدد السطور وعدد الكلمات وعدد الحروف داخل الفايل ده. عندي كوماند برضو كويس جدا اسمه cut. ده لازم انا اديله داش تي، ماشي، واديله بداية ونهاية، وهنشوف دلوقتي بيعمل ايه. يعني انا هديله بداية مثلا 1 لغاية 4. بس انا عملت ايه؟ معلش اسف، هعمل سي تاني وبعد كده من 1 لغاية 4، تمام. وهكتب اسم الفايل، يعني انا بعد كده اكتب اسم الفايل اللي هو تكست وعمل انتر. شوفوا كده، لاحظوا معايا، ياس مح اب ايه ده، هو عمل ايه؟ خد لي الكلمات في كل السطور، يعني كل السطور بتاعتي، تمام، وخد من اول حرف لرابع حرف اللي انا محددهم له، من اول حرف لرابع حرف، بس هو اللي جابهم لي. يعني كل السطور بتاعتي، ياسر مثلا كتب اول اربع حروف، محمد كتب اول، عبد الله كتب اول اربع حروف، وهكذا، تمام. يبقى الكوماند اللي اسمه قط، ولازم انا اديله السي اللي بعديه دي اللي هي داش سي. طب انا لو ما اديتلوش الداش سي ده ايه اللي هيحصل؟ تعال نجرب، اعمل انتر. مفهمش. يبقى لازم لازم اعمل الليست بتاعتي. طب ايش سي ديت اللي هي اختصار للايه؟ للكاركترز. يعني انا عايز اطبع الكاركترز من اول الواحد، الكاركترز اللي هي الحروف، يعني من اول الواحد لحد الاربعة، تمام، في كل سطر. طب انا غير الكوماند بتاعي كات، وهقول له داش سي اللي هي انا عايز الكاركترز الحروف بتاعتي من 2 مثلا لغاية 3، يعني انا عايز 2 و3 بس، تمام. بيديله اسم الملف بتاعي انتر، جاب لي اس او هكذا، تمام. يبقى ده الكوماند بتاعي اللي هو كات. طيب بعد كده انا عندي في كوماند تاني اسمه هيدا. كل الكوماندز دي بتتعامل كسيرش داخل الايه، داخل الفايلز بتاعي. يبقى انا خدت جريب وخدت سورت وخدت دبليو سي اللي هي وورد كاونت. هاخد كوماند اسمه هيد، اسف، هيد، واديله رقم، يعني داش واديله رقم مثلا 2 3 1 وهكذا. وبعد كده اسم الفايل، اعمل انتر. تعالوا نلاحظ مع بعض ايه اللي حصل. جاب لي اول سطرين، اول سطرين. طب يبقى الكوماند ده كده من اسمه هيد، يعني من البداية 2 اللي هو عدد السطور اللي انا عايز اجيبها، وبعد كده اسم الفايل بتاعه. تعالوا نجربه على الديكشنري اهو، هيد وبعد كده داش، وانا عايز اول 5 سطور مثلا من الديكشنري اهو، تعمل انتر، جاب لي اول 5 سطور. طيب في امر تاني اسمه تيل، من اسمه اسف تيل، وداش، واديله الرقم مثلا 2 بعد كده ديكشنري مثلا اهو، اعمل انتر، جاب لي اخر سطرين. بتيل اخر على حسب الرقم، على حسب الرقم اللي بديله. انا عايز اخر سطرين فاعمل تيل، عايز اول سطرين هيد وبعد كده اديله 2 وهكذا، واكتب اسم الحاجة اللي انا عايز اسيرش عليها. طيب تمام كده، يبقى انا ممكن اعرض اول سطرين، اول 3 سطور، اول 5 سطور من فايل معين، اخر وهكذا. يبقى بستخدم الهيد والتيل، الهيد والايه والتيل، تمام.
في ايه تاني ممكن اخده النهارده؟ ممكن انا اخدت فايند، يعني انا اخدت في البدايه خالص فايند، تمام. طب فايند ديت ممكن قلنا زي ما قلنا كده، ممكن اعمل نيم وبعد كده اعمل اسم الحاجه اللي هي كوماند دوت تكست. اسف ايه اللي انا عملته اهو، find و name و command dot text. في حاجة تاني ممكن اعملها بالfind، ان انا ممكن اعمل find واعمل dash type، تمام. ابحث عن type معين، انا عندي type نوعين، يا اما folder يا اما directory يا اما file، يا اما f يا اما d. انا لو عملت الcommand ده عملت enter هيجيب لي جميع الفايلز اللي داخل الدايركتوري اللي انا شغال فيه. وانا لو عملت اف فايند وبدل الاف عملت دي، عملت انتر، اللي حصل جاب لي جميع الفولدرز او السب فولدرز داخل الدايركتوري اللي انا شغال، تمام. انا ممكن اعمل فايند داش نيم او ممكن فايند داش تايب واكتب له التايب بتاعي، يا اما اف اللي هي فايل يا اما دي اللي هي دايركتوري، تمام. ممكن استخدم حاجة كده زي انا عملت نيم اهوت واديله كوماند بعديها، يعني مثلا اديله داش ديليت. دي هتعمل ايه؟ هقول له سيرش، اعمل لي سيرش على الفايل اللي اسمه كوماند تكست وبعد كده امسحه على طول وعامل انتر، اللي حصل هو كده اتمسح. فتعالوا نجرب تاني كده واشيل الديليت واعمل سيرش، مش هيلاقي حاجه لان انا خلاص اوريدي عملت له ديليت، تمام. يعني انا ممكن اعمل سيرش على فايل معين وبعد كده ادي له امر ان هو يعمل له مسح، انا عايز امسحه، تمام. دي كده كانت مجموعه من الكومنز النهارده، ويا رب يكون الدرس مفيد النهارده، ويا ريت نعمل لايك وشير سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي جاي.